الو، ايوه مدام فريده. لا والله انا في القطر مسافر. انا من ساعه ما نزلت من عند كريم وشفت التدهور اللي هو فيه وحالته السيئه، وانا اصلا مش شايف قدامي. كان اتحسن اهو، اتنكس تاني يا مدام. انا والدكاتره اللي شفناه قبل كده كنا محافظين على حالته مستقره، والولد كان كويس وكنا مشخصينه صح. معرفش الدكتور اللي انت جبتيه ده وراح شاله من خيمة الأكسجين خلى الولد اتبهدل جدا يعني. شوفيه بقى، خليه يكمل معاه ولا يشوف عمل ايه مصيبة هو يصلحها. ماشي مدام، مع السلامة. يا فريدة صباح النور. كريم عامل ايه؟ الله اعلم. الظروف اللي انا فيها ارجوكي سامحيني. هو مات ازاي؟ حادثة، بس مش عارف بالظبط ايه اللي حصل. ليه؟ مش هو كان معاك؟ لا، انا رحت وصلته ورحت عملت شويه حاجات. الدنيا ملخبطه معايا قوي يا فريده، معلش. عارف اني مقصر. الشيخ خلف كان خلاص الدنيا يعمل، الله يرحمه. الله يرحمه. خفت ولا ايش؟ لا يا حاتم يا اخوي، ده انت روحك غالي عليا واجد. كفايه المرحوم خوك. بقول لك ايش، حكايه المخزن دي باخت، شوف هتعودونا كيف انت واخوتك عن اللي خسرناه. يا شيخ كريم، كل حاجه موجوده، انا بس كل انت لعبتنا بالمخزن عشان تجر وقت، وقتك خلص. والله ما حجج، السلاح موجود وكل حاجة موجودة، والسلاح موجود ما خرجتش منه طلقة واحدة، بس أنا كل اللي طالبه منك إنك تديني مهلة. اسمع، أسبوع والمخزن هيندك على اللي فيه، أنت وأخوتك تتصرفوا وترجعوا لي حقي. كده مش هينفع، لازم نفكر هنعمل إيه. أنا ما بقتش عارف أعمل إيه، كل حاجة بتضيع. فريدة بتروح مني، وكريم بيموت، والمخزن مش عارفين نوصله، وكارم عاوز فلوسه، وده طبعا أول واحد واقف لي في الطابور. أنا ممكن أروح المغرب أجيب واحد مشايخ تاني؟ لأ، كفاية هرتلة بقى. أنا كنت خلاص فاكر إن خلف ده هو اللي هيخلص كل حاجة. أدي كل حاجة بتتطربق فوق دماغ أهلي. طب انا عندي فكره. مين يا اللي هتخبط؟ افتح يا عمي. مين؟ انا حسن. خلف. خلف. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه يا ولد. الله يسلمك. كل دي غيبه كده برضه. معلش، ظروف يا عمي. ايوه عرفت يا ولدي. انت عامله ايه يا صباح؟ انا كويسه طول ما انت كويس. بقيت السعوديه صحه. ايوه، حتى اسال ابويا جاهد. طب روحي اعملي له لقمه بدل ما انت واقفه زي قلتك. حاضر، عينيا. استحمى الاول، حملي شويه ميه. حاضر، عينيا. أفوتك بعافية يا ولدي، أفوتك بعافية يا حبيبي. واه، بشويش اللي بترزع، هو باب يهودي ولا إيه؟ أنت هتفضل قاعد كده؟ طب ما تقوم تشوف مين؟ ما أنا جاي معاك، لازم تتفلسفي، يا ضي عليكي،
ده انت كرهتني في خلقاتك. واه حسن اخوي اسمع بقى، خدت انت جاي تودي الحوش، خد صباح وروح انتوا، لكن انا هفضل هنا مع جدي. اخد صباح وعاود كده انبسطت هنا خلاص؟ شفت بنتك بعتنا كده؟ احنا معاك منين ما تروح يا سيد الناس، ربنا يسويها ان شاء الله. بصي لي كده ليه؟ حاتم قال لي انك مت. العمر لسه فيه بقيه. كريم ايه اللي حصل له؟ نكس تاني وما بقتش عارفه اعمل ايه. سابك وقلت لك تحرص عليه وما حدش يدخل عليه غيرك. اصل حاتم قال لي ان يقول اللي يقوله. انا قلت ما حدش يدخل عليه غيرك. ما صدقنا انه طاب. ربنا يستر. اطمن عليك. بلاش؟ انا كويس الحمد لله. الحمد لله. مش الشيخ خلف عايش؟ ايه؟ مين ده اللي عايش؟ الشيخ خلف هو مع كريم في اوضته فوق. رايح فين؟ تعالى هنا. هو اللي رايح فين؟ عايز اشوفه. عايز تشوفه ليه؟ اقعد 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 يا حاتم، انا ما صدقت انه رجع الحمد لله. الحمد لله. قلت لي هو فين؟ مع كريم في اوضته فوق بيرقي. تصدق الراجل ده ولي من الاولياء؟ ولي. ها ولي. بعدين معاك يا شيخ خلف، ده انت زي القطط بقى في سبعة ارواح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده بدل ما تقول لي حمد لله على السلامة خرجت ازاي؟ ده اللي مخوى لك. ايه النخوة اللي عندك دي؟ لو كان معاك عنزة كان لازم تبص تشوف حصل لها ايه، تطمن عليها. هو انت كنت هتشيلني على جفاك؟ شوف انت عامل زي اللي كان محبوس ولما فتحوا له باب السجن خدها فريره
لا يقفشوه مرة تانية. على كل حال شكرا يا حاتم بيه، أنا خدتها ماشي لحد ما جيت، بعد ما الريح رمتني البعيد. الريح رمتك جننتني معاك يا شيخ خلف، تعبتني قوي. ما تجيبني الآخر كده وتريحني وتقولي انت عايز ايه. احنا مش فيه اتفاق بينا؟ 50 مليون. طب ولي 50 مليون؟ ما تاخد لك 100 ولا حتى 200. لا انا راضي باللي يقسمهولي ربنا، والف حمد والف شكر. انت ربنا قسم لك ب50 مليون؟ انت قلت لي المخزن فيه كتير ياما، وانا يا عالم هرجع من الحكايه دي ولا لا؟ يبقى لي نصيب في المخزن ولا لا؟ ليك، وهدفع لك ال50 مليون، بس نوصل للمخزن بقى. هنوصل بقدره ربنا. قلوبنا والله يا شيخ خلف. ربنا ما يعودها تاني، ده احنا ساعة ما سمعنا الانفجار قلبنا وقع في رجلينا. ربنا ما يوجع لي القلب تاني. فضل كلمة حقولها لك. فضل وأجرنا عند اللي خلقنا يا شيخ العرب. نعم بالله. الراجل البدوي كيف الصعايدة؟ رجالة صح، عندهم كرامة ونخوة وشهامة، وكرمهم زايد، وعند الحق دغري. نعم. وانت زي حالاتي مالكاش في اللاوعي ابدا. فهمني يا شيخ مهيوب. طبعا. هاي يا شيخ مهيوب، في هبوب النهارده؟ يا ريت نقدر نعرف. اه زي ما انت شايف. يعني ايه؟ المخزن هيتفتح ولا مش هيتفتح؟ دي حاجة الشيخ خلف، هو اللي يقول اه هو اللي يقول لا. شيخ خلف، انا حبيتك لله في الله، بلاش تحط رجلك في الارض دي تاني. المرة اللي عدت ربنا نجاك، نحمد ونشكر فضله، وكان على حاتم ما تشيلش هم، زي ما غرس رجليه يطلعها. خليك انت بعيد، روح لعيالك واهلك وناسك. انت راجل شهم ما تخافش، لكل أجل كتاب. ونعم بالله. انتوا في بينكم أسرار ولا حاجة؟ لا، أنا كنت أقول له إنكم لازم تاجوا معاي. ناجي معاك؟ ناجي معاك فين؟ ندور على المخزن. احنا جايبينك ليه؟ وعمال تقولي 50 مليون ومية مليون؟ باب المخزن مش هيتفتح الا وانت معاي ورجلك على رجلي. يا سلام، ده لو مال قارون.
المفتاح. مش مهم، تعال اكسر. وسع كمان بعد. يلا المخزن فاضي؟ فاضي؟ فين السلاح يا شيخ مهيوب؟ أنا مش موريك الصور بتاعت المخزن وكان فيها السلاح. وقلت لأخوك المرحوم اداهولك قبل ما يموت بيومين. حاتم بيه؟ ملعوب ده ولا إيه؟ لا، خلف جاب رجالة وجم نهبوا المخزن قبل ما احنا نيجي. إيه؟ كانوا لابسين طاقة لخفة؟ حدش يتجرأ يخش المنطقة من غير ما يخبط على بابنا واخد الأمان. حاتم بيه حقي الشيخ كريم هيتفاهم معاك فيه. أيوه حقنا، ما حنسيبهوش. حقك وحق أنا يا شيخ مهيوب. ده سلاح بمليارات، سلاح بمليارات، سلاح بمليارات. ليه؟ هتحاربوا إسرائيل؟ وديت فين السلاح يا جدع أنت؟ هتتهمني ياك؟ وديت فين السلاح؟ ما تستعبطش. جرى إيه يا شيخ العرب؟ حاتم بيه اتخبط في نافوخه ولا إيه؟ أنا فعلا اتخبطت في نافوخ يا خلف، بس عارف إمتى؟ لما صبرت عليك طول الفترة دي كلها. اللي عملته ده مجنون انت ولا حاجة؟ مكانك هاد انت هو، حدش يعمل حاجة. شيلوا شيلوا الشيخ خلف، شيلوا بسرعة. لينا كلام بعدين. ما لحقناش ننقل المستشفى، كان دمه الصف. حمود الموس خنك تتسم الرصاصة. كيف تقول الرصاصة جت في القلب وهي في الكتف اليمنى؟ علي الطلاق، جت في القلب. سبحان الله، هذا الرجل مبروك يا شيخ. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هات ياد الموس. يا شيخ شد عزمك. Thank you.
يا زمن وقهري قال لي الزمان انت مين انا قلت عبد الله اداني ربي امانة شلتها في سرة سرقوها مني العباد انا قلت خلف الله النهاردة التقوه بكرة يا زمن شدنا يا شيخ خلف اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حي باقي له الدوام إنا لله وإنا إليه راجعون لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد يا رسول الله Yeah.
سيدنا زنون شاف عقرب ماشي، مشي وراه يشوف رايح فين. بعيد في شاب قاعد تحت شجرة لحاله عايشرب خمرة. زنون قال يبقى العقرب رايح ناحيته يلدع ولادعة تموت، دور على حجر كبير يضرب به العقرب. وهو عيدور بص لقى حية على شجرة نازلة ناحية الولد، قال يبقى ربنا كاتب له الموت، ورمى الحجر اللي في يده. بص على الحية قبل ما توصل لرقبة الولد كان العقرب غرس سمه الولد. لا، في الحية اللي وقعت تحت رجل الولد. الولد دي بعد كده بقى من عباد الله الصالحين. يبقى نسيب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يحكم في عباده، لأنه قال في كتابه الكريم إن الحكم لله، إن الحكم لله، لله مش للبشر. البشر اللي اليومين دول عايزين يحكموا الناس باسم ربنا وكأنهم عارفين حكم ربنا في عباده إيه. ربنا ينجينا منهم ويهديهم يا رب. ما قلت ليش يا شيخ خلف ناوي تعمل ايه؟ وصلني الاول الطريق وعاود الخط كله مواصلات. صح، انت صح، ارجع لأهلك وناسك، لكش صالح بالعالم دي. يفعل الله ما يريد. انت عملت اللي عليك. اخينا طلع منفض المخزن وداير علينا تمثيلية. ناويين تعملوا معاه ايه؟ يصطفل هو الشيخ كريم. الشيخ كريم ممكن يقتله؟ هو نصيبه. ايوه هو نصيبه. قل لي يا شيخ العرب، ايه حكايه السلاح الكتير ده؟ فكرش في الموضوع ده، الموضوع عويص قوي. تفضل تفضل.